يحصل العقم لدى الزوجان في ثلاث حالات: إما أن يكون الرجل عقيماً أو تكون المرأة عقيمةً أو يكونان كلاهما عقيمان. سنبدأ من الحالة الأخيرة، إذ لن تكون المرأة قادرة على الحمل، وإذ كان لدى الرجل مشاكل نطفية أيضاً فيمكنهم زيارة الميتم. ولكن إذ كانت مشكلة المرأة في بويضاتها فقط فلن تزال إمكانية الحمل موجودة، وستتمكن المرأة من حمل الجنين المتبرع بعد زرعه في رحمها. إذ كانت المشكلة من جانب المرأة فقط فتوجد هناك ثلاث حالات: إما أن تكون مشكلة المرأة في بويضاتها فستجتمعان النطفة والبويضة المتبرعة داخل أنبوب اختبار حيث تتم عملية التخصيب، أو تكون المشكلة في رحم المرأة فلن تتمكن من حمل الجنين بينما تكون بويضاتها في صحة جيدة، فسيتم التخصيب بعد استخراج البويضات من المرأة والنطف من الرجل، وسيتم الحمل في رحم بديل. أو تكون لدى المرأة مشاكل في كل من الرحم والبويضات، فسيتم التخصيب بواسطة نطفة الرجل وبويضات متبرعة، وسيتم نقل الجنين إلى رحم بديل. ولكن إذ كانت المشكلة في الرجل فسيتم التخصيب في الأنبوب حيث تجتمعان بويضة المرأة ونطفة متبرعة، ثم سيتم نقل الجنين إلى رحم المرأة. لا يوجد داع للقلق، فإذا اندرجتم تحت أي من الحالات سيوجد لدي كيرفول تريب حلا لكم.